قناة الأهلي تعلن وقوفها على مسافة واحدة، وسوف تمنح الفرصة لكل المرشحين. تعلن قناة النادي الأهلي إنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في انتخابات النادي التي تجرى يوم 26 نوفمبر المقبل، وابتداء من اليوم سوف تمنح القناة الفرصة لكل مرشح للحديث عن برنامجه الانتخابي ومخاطبة الجمعية العمومية. وقال الكابتن إسلام الشاطر المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن لايف الحاصلة على حقوق إدارة القناة أن كل المرشحين أبناء الأهلي ويتنافسون بشرف وحب لخدمة ناديهم، ولا تمييز بين هذا وذاك إلا من خلال كلمة الجمعية العمومية، وأن إدارة القناة قررت وابتداء من اليوم فتح الباب أمام كافة المرشحين على حد سواء لاستضافة كل واحد منهم مرة واحدة لاستعراض أفكاره ورؤيته للمساهمة في رفعة النادي حال حصوله على ثقة الجمعية العمومية.